معنا عبر الهاتف من رام الله قدورة فارس، السيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى. سيد قدورة، يعني بعد التحية كل قلوبنا معكم، يعني نتحدث عن هذا يعني التصعيد الذي ما زالت إسرائيل مستمرة فيه، ونرى أن هناك يعني في الوقت الحالي هناك تراجع، يعني كنا نشاهد مبدئيا وأولا أن هناك إنذارات بالقصف سواء للمبان أو لغيرها، نلاحظ الآن أنه لم يعد هناك أي تفرقة بين المنازل السكنية وبين المستشفيات وبين الأطفال وحتى الأماكن التي يعني موجودون بها الأسرى. يعني كلما تعزز الشعور باليأس والإحباط لدى جيش الاحتلال ولدى المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل من قدرتهم على تحقيق أي إنجاز أو تحقيق أي اختراق، يرفعون من وتيرة عدوانهم ووحشيتهم وهمجيتهم، يعني يلقون بحممهم وقنابلهم على رؤوس العزل والأطفال والأبرياء في البيوت. هذا العمى الذي يعاني منه جيش الاحتلال المنكسر والمهزوم واللا أخلاقي، هذا ينم عن عدم وجود خطة وينم عن اهتزاز ثقتهم في قدرتهم على تحقيق أي إنجاز ذو بعد عسكري أو سياسي أو ميداني أيا كان نوعه. ولذلك هذا الذي يفسر هذه الهمجية ألو؟ نعم نتابع مع حضرتك. نعم سيد قدورة، ما زلنا نتواصل معك من التلفزيون المصري. ألو سيد قدورة، ما زلنا مستمرون مع حضرتك، ويمكن نتحدث أيضا عن أو بشأن الأسرى. يعني ما موقف الأسرى الموجودون في يعني بعض المنازل، وكيف سيكون هناك تأثير أو كيف سيؤثر ذلك على الجانب الإسرائيلي من ناحية القصف؟ نعم سيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى، جزيل الشكر لك، كنت معنا عبر الهاتف.